السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا لا فيديو. راه كما شفتوا في الديسكريبسيون ديال لا فيديو، اليوم غنشوفوا البارتي الثانيه ديال لي سيكسيون. ديجا هضرنا شويه على لي سيكسيون، الدور ديال لي سيكسيون في الوول. دونك عندهم واحد القيمه، عندهم واحد الدور مهم بزاف في لابليكاسيون ديال الوول. دونك الا فهمتي، انا دائما كنقولها وكنعاودها، الا فهمتي لي سيكسيون راك فاهم الوول، يعني ما غتلقاش مشكل في الوول. اي حاجه باغي تطبقها غادي تطبقها ديك لابليكاسيون. ما فهمتيش لي سيكسيون غتلقى مشكل، كيفاش نقطع لا ليزون، كيفاش نصاوب واحد لونتيت مختلف على واحد لونتيت واحد اخر. دونك اون جينيرال لي سيكسيون راه مهمين. غنحاول نانسيغيو لو تيكست يساوي اف ان تي، نفتح القوس نعطيه واحد مثلا 50 باراغراف. هادي قلنا طريقه باش نانسيغي لو تيكست اوتوماتيك. تخيل معايا، الوغ ديجا بدينا لي سيكسيون، غير غادي نزيد لكم واحد لابارتي مهمه. شابيتر 2، هادي نديرو شابيتر 1، هادي شابيتر 1. دابا انا قبل من هاد شابيتر 1 باغي نانسيغي واحد لاباج تكون خاوية، صافي. دونك هاد لاباج حاليا كيفاش محطوطين؟ محطوطين فيرتيكال، اللي هي لوريونتاسيون ديالهم. الا مشينا لميزون باج كليكينا في لوريونتاسيون، شنو تعطي لها؟ بورتري، يعني كتكون عمودية. كاين بيزاج سيتادير افقية. الوغ انا شنو بغي ندير؟ باغي نانسيغي واحد لاباج خاوية هنا، وغادي نمشي نعطيها لوريونتاسيون ديالها بيزاج، صافي. لوريونتاسيون تكون بيزاج. اول حاجه غنمشي نحط الكاسو ديالي قبل من لو شابيتر 1، يعني في الاول ديال لاباج. ابخي غندير انسيرسيون، عندي هنا باج غنكليكي على باج فيرج. دونك دابا تانسيغات لاباج خاويه، هاي لاباج خاويه. كيفاش تحطات؟ راه محطوطه او فيرتيكال، اللي هي بورتري. لوريونتاسيون ديال بورتري. الوغ باش ترجع هادي بيزاج وتبقى عندي هادي بورتري، خصني ندير هنا سيكسيون وهنا سيكسيون. الوغ باغ ديفو راه كيعطيني سيكسيون واحدة، يعني هادي خصها تعطيها سيكسيون دو، يعني هاد لاباج لي خاوية تعطي لها سيكسيون واحد، وهادي تعطي لها سيكسيون دو. الطريقة باش درنا سيكسيون الحصة أولا في الفيديو لي داز، غنحاول نخليكم ديسكريبسيون لو ليان في الديسكريبسيون. دونك كنحط الكاسو ديالي في الأول، وكنمشي كنمشي. دونك دائما كنفيريفي واش عندي لين كولون، لين أن كولون أن، وأبخي كنمشي لميزون باج، أونجلي ميزون باج. غنكليكي على سودو باج، موراها كونتينيو، غنكليكي فيها. شنو تعطي لي حاليا؟ راه سيكسيون دو. إلا دخل دوبل كليك في لونتيت، هو شنو عطاني؟ ايدونتيك او بريزيدون، يعني مازال العلاقة مع اللي قبل منه. غنمشي ديزاكتيفي هاد ايدونتيفي، هاد ايدونتيك او بريزيدون، غنكليكي على اتاندر لو بي دو باج، وغنولي ديزاكتيفي هاد. دابا شنو درنا؟ كنقولو شوف، هادي راها سيكسيون واحد، وهادي راها سيكسيون دو، وهاد سيكسيون دو مع سيكسيون ان راها مختلفين، يعني راه قطعنا العلاقه بيناتهم. عرفوا فاش كتقطع العلاقه شنو كتقولوا؟ شوف داكشي اللي غيدير في سيكسيون واحد ما غيديرش في سيكسيون 2. نجربوا نشوفوا واش هادشي فري. راه نخرجوا من لو بي، دائما الا باغي تخرج من لو بي دو باج عندنا جوج طرق، يا اما تكليكي على هاد فيرمي لونطيت لو بي دو باج، ولا رجلي هاد دير دوبل كليك. فاش غنخرجوا غنحطوا الكاسو ديالنا في هاد لاباج اللي خاويه، وغنمشي لوريون ميزون باج اورينتاسيون بيزاج. هادي راه ولات بيزاج، والاخرين ها هما بقى بورتري بنفس الطريقه الاخرين الا باغي تخدمهم. زائد هذه الا باغي ندير فيها باغي نعطيها واحد لاكولور، الا باغي نطبق لاكولور غير على هاد لاباج الاولانيه، فين غنمشي؟ الا مشيتو كاين اللي كيمشي للكونسيبسيون كيقلب هنا على كولور دو باج. الا كليكيتي في هاد كولور دو باج طبقتي مثلا واحد لاكولور، هو غيطبق عليهم كاملين. الوغ الطريقه الصحيحه باش تعطي لي لاكولور غير على هاد لاباج، غنمشي ندخل لهم طيب ولا لو بي، وغندير انسيرسيون فورم، وغنانسيري واحد لا فورم على شكل مربع، على شكل ريكتونغ، وغنجي نحاول نرسمو هاد لا بارتي كامل. هاو تعطالي واش طبق هنا؟ ما طبقش. علاش؟ حيت راه قطعنا العلاقة بيناتهم. غتمشي دابا لفورمات فورم، ابخي غومبليساج، اختار لا كولور لي بغيتي. هاد لا كولور ساليتي، حيدلو مثلا سون كونتور، ساليتي من لي كولور غتمشي لونطيت اي لو بي دو باج، غتفخي دير فيرم. دونك ها لا كولور تعطيني فهاد لاباج، وهادو ما تقاسمش. علاش؟ حيت هادو سيكسيون وهادي سيكسيون بوحدها، صافي. دونك كانت هادي هي الطريقة باش نانسيغي واحد لاباج دو لاباج لوريونتاسيون ديال باج بيزاج في الوورد باستعمال لي سيكسيون. الطريقة باش نانسيغي الفيليغران مع البوردور، مع طريقه كيفاش نانسيغيو اون جينيرال لي سيكسيون، راه ديجا خدمنا واحد لا فيديو. دونك حاولوا طبقوا حتى هاد لا فيديو اللي غادي تحتاجوا. دونك كانت هذه بالنسبه لي سيكسيون. لي سيكسيون كما قلت لكم مهمه.
سيكسيون دائما كنديرها في ديك لاباج اللي باغي نبدا بها. دابا هذه فاش حطيت فيها الكارسور راه عطاني سيكسيون 2. الا حطيت الكارسور ديالي في هاد لاباج اللي خاويه راه فيها سيكسيون 1، يعني هذه مع هذه جوج ديال لي سيكسيون. الا باغي تقطع العلاقه كتدخل لونطيت دائما كتمشي لهاد لي او بريزون خاصها تكون ديزاكتيفيا. كاين اللي كيقطع رد معايا البال، كاين اللي كيقطع العلاقه في لونطيت كيحط الكاسو ديالو هنا وكيمشي كيديزاكتيفي هاد لي. وكاين سي لو بي، الوغ سي لو بي خصك تقطع العلاقه. علاش؟ حيت الا خليتيها راه غتبقى مازال علاقه، يعني داكشي اللي غدير فهاد لو بي هو نفس اللي غدير فهاد لو بي دو باج. دائما قطع العلاقه، منين غنقطع العلاقه العلاقه كنقطعها دائما كما قلنا من لي او بريسيدون كتلقاوها في لونطيت اي لو بي دو باج. صافي دونك كانت هذه هي الذكر، هذا هو لا فيديو ديالنا. الى لقيتو شي مشكل في الوورد حاولوا تبارطاجي، حاولوا تخليوا لي في التعليق باش نشوفوا عليه فيديو اخر ان شاء الله. راه نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.